ايهما افضل للمرأة، ان تصلي في بيتها ام في المسجد؟ الافضل ان تصلي في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لما في ذلك من الستر لهن، وأيضا عدم التكلف. المرأة ضعيفة، كونها تصلي في بيتها لا شك أنه أحفظ لها وأحسن لها وأرفق بها أيضا. نعم.